نشكر جهود السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ عبد الرزاق العيسى ورؤساء الجامعات الأستاذ الدكتور أبي الدوشي والأستاذ الدكتور مزاحم الخياط على جهودهم في فسح مجال لأمام طلبتنا الأعزاء اللي تحرروا من الساحل الأيسر في الفترة الأخيرة. وطبعا هذه كانت جهود كلش يعني بذلنا جهود كبيرة، هم بذلوا جهود كبيرة في إنجاح هذه العملية، وأيضا نشكر جهود التدريسين اللي شاركوا في هذه الحملة وبالمراقبة وأدوا يعني قاموا بالمراقبة. و نواقص عندكم اليوم؟ لا، نواقص كان الامتحان صار بشكل جيد جدا، مع يعني بالبداية دائما أول امتحان يكون يعني على ما تهيئ المكان، على ما الطلاب تعودوا على هذه، ولا كل شيء متوفر والحمد لله كان الامتحان سار بنجاح يعني على وجبتين. الأسئلة كانت على مستوى الطلبة مع 2013-14. بعون الله تعالى جرت الامتحانات التكميلية لكافة كليات جامعة الموصل، وهي امتحانات تكميلية لعام 2013 و2014، وكان قبول الطلبة جيد جدا بكافة حضور الأساتذة جميعا، وقد كانت الأسئلة مراعية للمستويات العقلية لكافة الطلبة، وقد كان الطلبة على ارتياح بعد خروجهم من أداء الامتحان. أتمنى لكافة الطلاب الموفقية والنجاح. حقيقة الامتحانات كانت يعني بالمستوى اللي ما أقول اللي نطمح له، ولكن ضمن الإمكانيات الحمد لله. أكيد في أول يوم لازم تكون أكو نوع من الإرباكات، لكن جاوزناها. طلبة الكليات توزعوا إلى أكثر من موقع، بما يخص موقع برتلة، كلية النور، مجموعة طبية، أيضا مجموعة كلية الآداب والطب البيطري كانوا موجودين ضمن هذا الموقع، وأكو مواقع أخرى بعض الطلاب كانوا يمتحنون في المواقع المتعددة في برتلة. بما يخص كلية الطب الحمد لله اليوم كان عندنا ضمن المجموعة الأولى امتحان الصف الأول والصف الثالث، وعندنا وجبة ثانية تبدأ من الساعة 12:30 للثلاثة ونص، وهكذا على مدار الأيام الموجودة ضمن الجدول اللي أعلن يعني أعلن في الفيسبوك، خلينا نقول لجميع الطلاب على أن هذا الجدول. بالنسبة للامتحانات كانت يعني تسير بشكل جيد، وإقبال الطلبة كان ممتاز، الحضور كان متكامل بالنسبة لنا، الأسئلة نوعا ما كانت متزنة. نعم. لا لا، حاليا ما عدنا ينقص، ما عدنا، الكادر متكامل، كل اللي موجود بالموصل يجوا. اليوم كان عندنا مادة كيمياء بيئية بالنسبة للعلوم البيئة، وكان عندنا مادة ميكانيك المواد بالنسبة للتقنات، لأن كليتنا تتكون من قسمين، تقنات البيئة وعلوم البيئة. بالبداية أحييكم وأحيي قناتكم الموقرة قناة الموصلية اللي هي الساند الطلاب، كانت معنا نحن طلاب كلية الفنون قسم الفنون المسرحية قسم مسرح التمثيل. الصراحة داعش فات على كليتنا خربها، ما خلانا شيء، موادنا امتحناها 3 مواد ما خلانا أي شيء بها، حرق كل شيء عندنا، دمرها. بس إن شاء الله نحن بمساعدة الأساتذة والطلاب نعيدها ونعيدها أحسن من قبل. الامتحانات اليوم الحمد لله، اليوم يوم 15 أول يوم امتحان ببرطلة، استقبالهم كان حلو، لأن الأساتذة تعاملهم حيل جيد جيد جدا معانا وما قصروا ويانا، وإن شاء الله نمتحن والأسئلة تكون سهلة. نحن أكو شغلات عاقتنا اللي هي المواد، ما عدنا نحن من فات داعش إذا كلية فنون كان ياخذوك أو يسوي لك شيء يدوك، ما كانوا يخلونا أي شيء، أي وسيلة أنه أنت ترفيهية أو أي وسيلة أنه أنت تدرس بيها ترجع قدام. بس الحمد لله نحن كلها عدت، ونقول الحمد لله والشكر، الله لا يردهم علينا، نحن تأذينا حيل. فنطلب من الأساتذة، نطلب من
المعنيين بهاي الشغله انه هم يدحقون على الطلاب، يساعدون الطلاب، ينطوهم مجال، يعني لان صراحه مواد ما عندنا، نحن مواد ما عندنا، احنا ناخذها من برا من جماعتنا من هذا اللي امتحنا خارج الموسم. والحمد لله وشكرا، ان شاء الله الاسئله تكون سهله ان شاء الله. اخر امتحانات بسرعه عامه، احنا مناهج ما عندنا. انا جاي لي أنا حتى اصلا الماده مال الامتحان ما اعرف شنو. والله ما منطينا مهله غير 3 أيام 4 أيام. فالماده ما نعرف شنو. الاسئله الاساتذه والله شويه مشددين ويانا. يعني ما تقدر كل شيء تسوي، ما تقدر تدرس، ما تقدر تاخذ مناهج، ما تقدر انه حتى تخابر، ما عندك وقت، هي 3 أيام بس. 3 أيام 4 أيام سمعنا الخبر انه هناكم امتحانات. جيب وين نروح؟ وين نسأل؟ نخابر منه على منه؟ على مدير المواد. فأنا هسه حاليا يعني فت على امتحان مادة ما امتحان ما أعرف شنو. فت جاوبت من عندي وطلعت. من عندي. كلية الآثار قسم النقوش المرحلة الأولى. طبعا احنا طلبة كلية الفنون الجميلة. اليوم امتحاناتنا. راح نطب شوية إن شاء الله الامتحان. ما قصروا طبعا الجماعة يعني من بدايتها لنهايتها بإذن الله سبحانه وتعالى، راح بدعوة الأمهات يعني أهم شيء راح نفوت نجاوب ونمتحن وحظ الوصول. بس نحن مناشدتنا أنه المجمع مالنا المجمع الثاني يعني تقريبا أضرار قليلة، بس مجرد حرق أو شغلات يعني مو أساسية مثل قصف بغير المجمعات. نطالب الحكومة ونطالب المحافظ أنه بس يجي على الأقل يساندنا. نحن واجهة المدينة مثل ما يقولون جماعة كلية الفنون الجميلة، يعني على الأقل بس يصبغوها أو يرمموها ونحن الطلاب مستعدين نكون وياهم. يعني هي هاي مثل ما يقولون يعني الواجهة والأساس. يعني نحن ما نختلف شيء عن طلبة كلية الفنون الجميلة في بغداد اللي هم حاليا يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله معارض، وهاي أعتقد هاي طموحنا أنه نحن هم نصير مثلهم. أنا طالب كلية علوم البيئة وتقنياتها، جيت اليوم الامتحانات التكميلية واليوم باشرنا بأول امتحان. بس هناك مشاكل، يعني أتمنى ناشد يعني الجهات العليا أو كل يمثل طلبة كلية الموصل أنه يوفر بعض الخدمات، يعني الخدمات الصحية ما موجودة، وكذلك أو أهم شيء المياه ما موجودة نهائيا، وصعوبة الوصول إلى المواقع الامتحانية الصفوف، يعني ما موفر لا الأسماء لا الأماكن المخصصة للامتحان. بعدين أجرت الامتحانات بعد معاناة الطلبة، يعني إحنا من الصبح من 8:30 إلى 9:30 يلا وجدنا المكان اللي بدنا نمتحن به. الصعوبة بالبداية بس الامتحانات أكملت. بس أنا أشهد من حقوق أنه توفر الخدمات الأساسية للطلبة، النقل، المياه، الصرف الصحي اللي موجود للطلبة. وبالنسبة للأساتذة، أناشد الأساتذة مالتنا لكل أساتذة الكليات، وجودهم مع الطلاب ومساندتهم وتوفير لهم المواد المطلوبة، يعني قسم من الطلبة ما عنده المواد اللي موجودة اللي راح يمتحن بيها. الحمد لله اليوم وصلنا لبرط الله تساهيل، يعني أنه إجراءات للطلبة كثير مستهلين ويانا كالقوات الأمنية وجانا الحمد لله أنه ماكو شيء، الأمور كلها سهلة. بس نطالب إن شاء الله واحدة أنه من المحافظ مو رئيس الجامعة أنه يأهل المجمع الثاني. المجمع الثاني ما بيه أي أضرار كبنايات، مجرد صبغ وإزالة الأنقاض من المخلفات اللي السابقة وإعادة تأهيله، لأن المجمع الثاني يستوعب عدد طلاب أكثر من اللي بهذا الجامعة. هاي جامعة برطلة أنه صغيرة، مجرد 3 قاعات. أنه المجمع الثاني يضم 7 قاعات 8 قاعات امتحانية إضافة إلى 3 جامعات موجودة، فنون جميلة، قانون، تربية أساسية، رياضة أطفال، هاي كلها هناك. هنا ماكو، بس مجرد 3 قاعات حتى إذا نكمل الكورس الثاني مالتنا بالموصل. أحسن ما نجي مسافة الطريق والبهدلة مالتنا والنقل يومين رايحين جايين شوية صعبة علينا، وما بي أي أضرار، يعني ماكو بناية ضرت فيه، بس مجرد الملعب وغير شيء، ما بي أي يعني ما بي ضرر بالبنايات، بس مجرد صبغ.
ولله الحمد بدأت الامتحانات التكميلية لطلبة جامعة نينوى وهي جامعة الموصل وجامعة نينوى وجامعة اللعفر وجامعة الحمدانية. وكنا نتوقع حقيقة هذا العدد أن لا يكون بهذه الضخامة، ولكن نتوقع اليوم أن عدد الطلبة يفوق 9000 طالب وطالبة. وكما تعلمون أن هذه الظروف في هذه المنطقة هي أقرب منطقة على مدينة الموصل، وتتوفر فيها أبنية كلية النور الجامعة وكذلك المدارس. كما لاحظتم هذه المدارس حقيقة تم استغلال المدارس لأنها متروكة بالكامل. واليوم الأول يمتحن فيه الصف الأول المرحلة الأولى من 9 إلى 12، وبعد ذلك 12:30 الصف الثالث، واليوم الثاني يكون الصف الثاني والصف الرابع. الحمد لله على الرغم من كل هذه الصعوبات اليوم الامتحانات جرت بمشكلات قليلة جدا، وشارك غالبية الطلبة الذين وفدوا من مدينة الموصل إلى مكان الامتحان، وكذلك حضور مميز للتدريسيين والموظفين، كل حقيقة اندفع بدافع وطني لإكمال هذه الامتحانات التكميلية. إقبال كبير اليوم من طلبة جامعة الموصل وجامعة نينوى والحمدانية لإجراء الامتحانات التكميلية لعام 2013-2014 لكافة الكليات ولكافة الأقسام العلمية، المجموعة الطبية والمجموعة الهندسية والإنسانية والعلوم والحاسبات. الحقيقة فرحة كبيرة اليوم أن تلتقي هذه المجاميع الكبيرة من الطلبة مع أعضاء الهيئة التدريسية في جو امتحاني فريد من نوعه. الامتحانات جرت برصانة علمية، وإن شاء الله سيتم إكمال هذه الامتحانات التكميلية خلال الأسبوعين القادمين. اليوم حضر إلى هذه الامتحانات كافة أعضاء الهيئة التدريسية المكلفين بهذه الامتحانات من مدينة الموصل ومن محافظات إقليم كردستان وكركوك، وأيضا كان عدد الطلبة الحاضرين اليوم حوالي 4000 طالب للمرحلة الأولى والثالثة، وغدا سيحضر إن شاء الله 4000 طالب للمرحلة الثانية والرابعة وأيضا المرحلة الخامسة والسادسة لكليات الطب والهندسة وطب الأسنان. بعد إجراء هذه الامتحانات التكميلية إن شاء الله سيتم استعداد جامعة الموصل ونينوى والحمدانية لإجراء سنة تقويم جامعي جديد، وبهذا لن يخسر الطلبة إن شاء الله هذه السنة الدراسية،
وأنا أقول من هذا الموقع أن هناك تلاحم كبير بين أعضاء الهيئة التدريسية في هذه الجامعات الثلاثة وبين طلبتها الأعزاء من أجل إعادة الحياة الطبيعية العلمية إلى جامعتنا العزيزة وخاصة جامعة الموصل الأم وكذلك جامعة نينوى والحمدانية. منذ أيام ونحن نستعد لإجراء الامتحانات التكميلية لطلبة جامعة الموصل الذين تحرروا من الساحل الأيسر وبكافة الكليات وبكافة الاختصاصات، وقد قسمنا الامتحانات إلى 4 وجبات، في كل يوم وجبتين، في كل وجبة مرحلة. توقعنا أن يأتي عدد كبير ولكن العدد الذي جاء أكبر. الحمد لله تم امتحان الوجبة الأولى من طلاب الصف الأول وانتهى الامتحان بمنتهى البساطة والسلاسة بفضل الجهات الأمنية التي وفرت لنا الأمان، شرطة نينوى والقوات العسكرية والأمن الوطني ومن تواجد منهم. أيضا الذي نجح عملية الامتحانات وجود عدد كبير من أساتذة جامعة الموصل المتواجدين أصلا في مدينة الموصل، لهم الفضل الكبير بإنجاح هذه العملية إذ أشرفوا على المراقبات بكاملها. إضافة إلى ذلك وفد عدد كبير من أساتذة جامعة الموصل من أربيل ومن دهوك، وحضر هذا اليوم السيد رئيس جامعة الموصل الأستاذ الدكتور أبي سعيد ديوتشي ورئيس جامعة نينوى الأستاذ الدكتور مزاحم الخياط. الحمد لله تمت الامتحانات بمنتهى النجاح، سعداء احنا الحقيقة بما رأينا. مجاميع الطلبة والطالبات أقبلت إلى مدينة برطلة وبعثت فيها الحياة من جديد. نتمنى أن تستمر هذه الأمور وتنجح الجامعة، وإن شاء الله نكمل أيضا عندما يتحرر الساحل الأيمن امتحان أبنائنا طلبة جامعة الموصل أبناء الساحل الأيمن.